أفضي قرآني وسلوكي أدب. فالخطوة العملية الأولى على الطريق، على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، بل على طريق النصر والعزة والتمكين، هي أن نقول بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا ربنا الله. وهذه ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، بل إن قلت ربي الله وجب عليك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده وألا تشد أبدا عن دينه، وأن تختار لنفسك من المناهج والقوانين والأوضاع ما يصطدم اصطداما مباشرا مع دين الله الذي ارتضيته إلها وربا لك. فليس من شأن المؤمن أن يعلن بلسانه توحيده لربه وأن ينحرف بأخلاقه وسلوكه وكلامه وأفعاله عن منهج ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أن يدخلوا بمجموع حياتكم في دين الله، فلا ينبغي أن تختاروا من دين الله ما يتفق مع أهوائكم ورغباتكم، وأن تتركوا من دين الله ما لا يتفق مع أهوائكم ورغباتكم. بل من قال ربي الله وجب عليه أن يذعن لدين الله جل وعلا الذي اختاره ربا ورضيه ربا، وأن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن يقف عند الحد في أي وقت وفوق أي أرض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن لا خيار له مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مستسلم بقلبه وجوارحه، بل هو منقاد، بل هو منقاد. لا يقلل هذا من شأنه ولا من قدره، بل يرفع قدره عند ربه. مستسلم لأحكام الله سبحانه ولمنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخطوة العملية الأولى أن تقلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان. الخطوة على طريق النصر والتمكين أن نحقق الإيمان برب العالمين على مراد الله وعلى مراد رسول الله بشموله وكماله بصفائه ونقائه. وأنا أكرر دائما هذه الكلمات وأقول: الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة. فالخطوة العملية الأولى على الطريق هي العقيدة، تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. إذن الخطوة الأولى هي الطريق. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا أول ركن من أركان دينك وأول خطوة عملية على طريقك مع ربك وأول خطوة عملية على طريق العزة والتمكين والنصر في الدنيا والسعادة في الآخرة. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل
وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى.